طيب هنا حابب أوضح نقطة، إنه لو جاءت المسألة اللي فيها توزيع فيها حروف هل في مشكلة؟ ما فيش مشكلة، يعني لو كتب لي 4 فتح قوس مثلا 3 زائد نون، هل في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة، لأنه نون يعتبر عدد مجهول، فعادي استخدم خاصية التوزيع بدون أي مشاكل. قول 4 في 3، نقول 4 في 3 نزل العلامة اللي في النص زائد 4 في نون، 4 في نون، 4 في نون اللي هو انه 4 نون بدون العلامة، 4 في نون 4 نون، يعني بدك تكتب 4 في نون بالشكل هذا، يعني نقدر نكتب كده ما فيش مشكلة، بس احنا نبغى نشيل العلامة خلاص عشان نسهلها، فيصير عندي هنا شكلها ايش؟ 4 في 3 ب 12 زائد 4 نون زائد 4 نون. فإذا جاءك الحرف ما هو مشكلة، لو جاب لي حرفين مثلا 5 في ه ناقص د، ما فيش مشكلة، أقدر أستخدم خاصية التوزيع بنفس الطريقة، أجي أقول 5 في ه، عفوا 5 في ه، فنقول 5 في ه ناقص، نحط العلامة اللي في النص، 5 في د، 5 في د، نرد الشكل الطبيعي نقول 5 ه، لأنه نشيل علامة الضرب لأنه باين إنه ضرب، الرقم لا جاء جنب الحرف قلنا ضرب، ناقص 5 د، صار شكلها كذا. فهذه النقطة اللي حبيت أوضحها، يعني جاب لك حروف أو أرقام ما هي مشكلة. بنفس الطريقة لو جاب لنا 4 واو مثلا، 4 واو زائد 4 جيم، قال لي رجعها لشكلها، عادي بنفس الطريقة نقول إيش العدد المشترك؟ 4 و4، فنقول 4 ونحط الأقواس، العلامة اللي في النص إيش هي؟ زائد، إيش العدد الحرف اللي هنا؟ واو، وإيش الحرف اللي هنا؟ جيم، بنفس الطريقة سواء كان عدد أو رقم، ممكن يجيب لي مسألة فيها عدد ورقم كذا، 4 واو زائد 4 3، 4 في 3، وممكن بدون أقواس، يعني يحط الضرب على طول. عادي بنفس الطريقة، إيش الرقم المشترك؟ 4 4، موجود هنا وموجود هنا، نحطه ونحط الأقواس، إيش العلامة اللي بينهم؟ زائد، إيش اللي نحطه هنا اللي باقي على اليمين؟ الواو، نزله زي ما هو، إيش اللي نزله من هنا؟ 4، خلاص استخدمناها، باقي 3، تنزل زي ما هي. فسواء في خاصية التوزيع جاب لك حروف أو أرقام كلها نفس الشيء. طيب غلقنا من خاصية التوزيع، نيجي للخاصية الثانية اللي هي خاصية الإبدال. خاصية الإبدال، إيش يعني الإبدال؟ نشوف، يقول لك لو عندك عددين 2 زائد 3، طبعا خاصية الإبدال في الجمع والضرب مسموحة، في الجمع والضرب، في الجمع والضرب. نشوف الآن إيش يعني خاصية الإبدال؟ إني أبدل أماكنها، يعني أقول يساوي 3 زائد 2، شوف حطينا 2 مكان 3 والثلاثة مكان 2، شايف عكسناها، صار 3 زائد 2، فهذا معنى خاصية الإبدال، يعني بدل أماكنها، بس هذه مسموحة في الجمع والضرب، انتبه لا تسويها في القسمة والطرح، ممنوعة ممنوع، لما تكون العلامة جمع أقدر أستخدم خاصية الإبدال، يعني أبدل أماكنها، لما تكون العلامة ضرب يعني نقول 4 في 5 يساوي 5 في 4 برضو مسموح، فإحنا عندنا فقط مسموحة في عملية الجمع وعملية الضرب. ليش؟ لأنه لو قلنا 4 ناقص 2، لو سوينا عملية الإبدال تصير 2 ناقص 4، 4 ناقص 2 يساوي كم؟ 2، لكن 2 ناقص 4 يساوي -2، هذه هي المشكلة. فعشان كذا خاصية الإبدال تستخدم فقط مع الجمع والضرب. طيب نبغى ناخذ مثال نشوف، فنقول 4 زائد 3، 5 زائد 2، 4 في 3، 2 في 7، مقابلها ايش بالابدال؟ خلينا نطبق الابدال، مقابلها بالابدال بسيط،
يساوي، اعكسها 4 زائد 3 خليها 3 زائد 4، هذا معنى الإبدال، بدل أماكنها. 5 زائد 2 تصير 2 زائد 5 تساويها، لاحظ أنها تساويها لأنها تعطي نفس الناتج، يعني 5 زائد 2 7 و2 زائد 5 7 يساوي 4 في 3 هو يساوي 3 في 4، ما في مشكلة. 2 في 7 يساوي 7 في 2، هذا معنى خاصية الإبدال. لاحظ استخدمنا فقط الجمع والضرب، الجمع والضرب، خاصية الإبدال مع الجمع والضرب، مع الجمع والضرب.